أنا قدام البيت. بدر، انت منيحة؟ ايه منيحة. تعال نقعد هون شوي. كثير مقهور على اللي صار، كان لازم كون جنبك بمثل هيك يوم. مو قلت لك من قبل ما رح تقدر تكون معي بكل مشاكلي؟ ايه بعرف، بس انا على طول بتمنى اني اكون جنبك. ايه خلص روق، انحلت المشكلة. عندي علم انكم حليتوها، بس انا بقصد. بدر، مو مطلوب منك فوق طاقتك، ولا بدي تكون بطل المنقذ دائما، وانت كمان مثلي مشغول دائما بمشاكلك وبهمومك وعندك حياتك، فما تلوم حالك كرمال قدرت حله ومشي الحال وخلص مرت على خير. اصلا انا مو محتاجه لبطل بحياتي او فارس جايني على حصانه، انا محتاجه بس لشويه وقت اقدر اشوف فيه السعاده اللي عم تضيع مني، مو اكتر. وانت الوحيد اللي عم يخلق لي هذا الوقت. مفهوم. انا رح ارجع على البيت. ايه لازم تنامي، بس بكره بدي اشوفك.